هذه امور ليست بالسهوله التي ناخذ، ولا حتى الشخصيه المسلمه الان اصبحت يعني تعيش في ذل وفي تقهقر، ولما ترى هذا الشخص الذي يقول هو مسلم ثم تصرفاته من الناحيه ليست تصرفات مسلم. لماذا؟ لانه اصبح يبتعد عن المسار الاسلامي الصحيح. هو شنو عنده الاسلام؟ مجرد في الصلاه والزكاه، ولا قدر يحج غادي يحج، ولا يسلم على الناس من اللي دخلوا، ولا اشياء هكذا القبيل. لا، فالاسلام ان لم يرقى، الاسلام ان لم يرقى الى هذا التمدن وهذا التحضر يعني بين مزدوجتين فهو ليس اسلام. اذا لم يدخل الاسلام الى الحاسوب فهو ليس اسلام، واذا لم يدخل الاسلام الى المختبرات البحث العلمي فهو ليس اسلام، واذا لم يصل الاسلام الى الطائره والى كواكب السماء فهو ليس اسلام. اما ان بقي هناك فهو اسلام الحصير، كما تعلمون اسلام الحصير واسلام هذه الركن في المسجد، وتقرا ما شاء من المصحف وتقراه قراءه بجفاء، وما شاء الله قد قرات حزبا، ثم ماذا هذا الحزب الذي قراته؟ ماذا قال لك؟ ماذا قال؟ لا شيء. فهذه الأشياء نريد أن نجعل تقارب بين المسار الإسلامي والنظرة الإسلامية، وبين ما هي على العلوم الآن، والتخطيط الاقتصادي والتخطيط العلمي والتخطيط السياسي والتخطيط سياسي وجيو اقتصادي الآن بالغرب. الآن ينظر إلينا كما ينظر الطائر إلى اللحم. هاي أوروبا الآن أعينها متجهة إلى العالم، يعني ترى فينا كل دولنا، لا أستثني دولة إسلامية ما أو دولة عربية على الخصوص، ترى أن هذه الدول اش تشوفها. يلا في هذا غشت زرت اوروبا لي مرتين، بروكسل وباريس والبرتغال لشبونة، واجتمعت معها كبار الهولدين ديال الانتاج اللي باغيين يصدروا المنتوجات ديالهم. عرفتوا كيفاش تيشوفوا هاد 48 دوله هذه؟ كيشوفوها سوق، تيسميوها لو مارشي، تيسميوها سوق الماركت. هذه اشياء غريبه، ولينا يعني دوله بقيامها بحضارتها بتاريخها بلغتها بدينها بكل شيء، ولاو تيشوفوها سوق انها تاكل تشتري ما تاكل. والان السباق، راكم سمعتوا دابا العراق شنو وقع له، السباق نحو العراق. لماذا؟ لماذا يتسابقون على العراق؟ لماذا؟ اتدرون لماذا؟ كيسموها هما بي سولفابل، عندها منين تخلص، والدوله اللي عندها منين تخلص تعطيوها، تيكنشوا عليها وتعطيوها، لان واحد النهار غادي يمشيو يجيبوا هما بيديهم، ماشي هي اللي غتعطيهم. هذه امور يعني يجب ان ننتبه اليها. فالسلاح الان اصبح غذائي، ركزوا معايا. ورا غير هاد يعني كاين محاضرات دخلوا لها 1200 ديال الاشخاص في مدينه الجديده وفي مدينه مكناس، ولكن تبين على ان المحاضرات اللي كيدخلوا لها 10 15 الناس، واصبحت الان اركز عليها واحبها اكثر من المحاضرات التي يدخل فيها 2000، لان خمسه الاشخاص يصبحون هم مؤطرين في المجتمع لهذه الافكار التي يجب ان تصل الى هذا الانسان المسلم في المجتمع الاسلامي. الإنسان المسلم في المجتمع الإسلامي، وما أدراكم إن قلنا المسلمين في مجتمعات غير إسلامية ومتشبتين بدينهم وبعقيدتهم. هاد الناس المهاجرين ديالنا في فرنسا، احنا ملي كنا في فرنسا ما كناش ناكلوا اللحوم ديالنا، وحنا في فرنسا ما تناكلوش اللحوم ديالنا، أصبحنا ناكلوا اللحوم ديال فرنسا ونحن في بلداننا. ما ماشي كذب هاد الشيء. اللحوم المستوردة اللي كتاكلوها على شكل سجقات ونقانق غادي تشوفوها دابا، لا يمكن أن تصنع من لحم مغربي ومن لحم حلال، وأنا أقول وأتحمل مسؤوليتي فيها. مستحيل أن تكون مصنوعة من لحم حلال، مستحيل. وهذا المرق الذي تجعلونه في الغذاء، وشتو البيبليسيتي ديالو، الإشارة في التلفزيون ديالو، كل خمس دقائق كنوروماجي. من المستحيل ان يكون هذا الشيء حلال، وان يكون المرق من البقر او يكون مرق من السمك او من الدجاج. من المستحيل ان الصناعه الغذائيه درسناها ونعرف يعني شنو هما هذه الاساليب الصناعيه، كيف نصنع ماده. وهذه المارغرينات الان لما اتحرى اشياء كنمشي للسوق نبغي نشريها انا شخصيا، كنشوف يعني الباعه كيف يبيعون للناس. فسالت يوما ما عن الزبده، الزبده هذه اللي كتسموها انتم روميه، مش اما البلديه ماتت موقع. الزبده الروميه اللي كانت تعبر لك 100 غرام، هذاك البلوك ديال الزبده كيديروه في الثلاجه الفوق تعبر لك. فكنت اسال عن الزبد، اش تيقول لي مول الحمد؟ تنقول له كاينه الزبده، تيقول لي كاينه ديال الباكيه، تبعوا معايا مزيان. يعني حتى هذا البقال اطروه كيفاش يبيع هذا المنتوج. يعني ولا باغي يغشمك اسكت. قلت له اعطيني الزبده، قال لي كاينه ديال الباكيه. فهمتوا الزبده الباكيه شنو هي؟ المارغرين. يعني باغي يبيع لك المارغرين بسميه الزبده، هي قانونيا ممنوعه. باغي يبيع لك المارغرين بسميه الزبده وباغي يغشمك اسكت. سبحان الله، سته ديال مولاي الحوانت، سته سالتهم عن الزبد،
في يوم واحد يعني علي انا ما خصنيش الزبده ما تاكلهاش، ولكن على الاقل مشيت نتحرى لان المواد المشبوهه الزبده والمارغرين مارغرين ماده مشبوهه، ماده مشبوهه ونقطه استفهام فوقها، وانا ما ذقتها منذ ان خرجت الى السوق الا ان تكون في بعض المواد التي تحضر بحال هذوك الكرواسون هذيك الاشياء انا لا اكلها تاي، يعني حرمتها علي وعلى ابنائي. الحمد لله تهنينا من هذه المسائل هذه. وها القائمه طويله، البارح كنت على هذه المحاضره تنشوف النقاط اللي خصني نتقلش، لقيت ما يمكنش ساعه ما يمكنش نقول لكم اشنا هي المواد الغذائيه، انما خص محاضره ولا محاضرتين في كل اسبوع باش نعطيكم القائمه بالتدقيق، وتبقاو تجيبوا لي نتوما الباكيات اللي كتشريو لاولادكم والمواد اللي لقيتوها عند الحانوت تجيبوها لي نقول لكم اشنو فيها. كاينه خصها تكون هذه، لا ما كانت شيء خراب الدم. تبعوا معايا مزيان، فالسلاح الذي يشهره الغرب الان هو الانتاج، غزو هذه الدول بالمواد المصنعه هناك. تبعوا مزيان. في المقابل هاد السلاح باش خصنا نقابلوه؟ خصنا نقابلوه باستهلاك. فاذا استهلكنا هذه المواد كيسميونا بروا، يعني احنا طحنا في الفخ، اذا استهلكنا هذه المواد فقد قضوا منا وطرا، واذا لم نستهلك هذه المواد فنقضي على الغرب بعدم الاستهلاك. السلاح الوحيد الان الذي يهزم امريكا هو الاستهلاك. السلاح الوحيد اللي كيهزم امريكا ليست صواريخ، وانتم تعلمون ان امريكا ما يمكنش تفوق عليها في الصواريخ ولا في الكيماويات ولا في الحرب البيولوجيه ولا في التقنيات ولا في سميتو عليه جميع الاساليب اللي تتستعمل. ديستراكشن عندهم هما بالانجليزيه ديستراكشن، ما كتعنيش انك غتري العماره ولا، ديستراكشن هي تحطيم الاخلاقيات وتحطيم القيم للدوله، كتحطم لها الاخلاقيات والقيم ديالها عاد ديك الساعه تدخل بسهوله. ولا هذيك الدوله يعني قاومت ووقفت ولا شنو سميتها، هذيك الساعه تكون القوه يعني كالعراق وكدول اخرى بحال السودان بحال ما يجري الان في الشيشان ويوغوسلافيا البوسنه بحال جمهوريه البوسنه، كانت الدوله الوحيده اللي كتنتج قطاع الغيار ديال السيارات. ما فرصكمش هذه، ما قالوش لكم يعني جميع المعامل، ما مشيتوش نتوما للبوسنه وكان خصكم تمشيو للبوسنه، غير خصكم تمشيو لغرض ما، خصكم تمشيو باش توريو راه كاين سميتها، انهم هما الاخرين جاوا. البوسنه كانت هي الدولة الوحيدة التي تنتج قطع الغيار للسيارات بما في ذلك المايتسوبيشي والمرسيدس. إلا ما صنعت شيء لبوجي هادو الشمعة ديال الاشتعال، المرسيدس البوسنة إلا ما صنعتوش ميد إن يوغوسلافيا مرسيدس ما تصنعش. هادي وجميع المعامل تحطمت إلا المعمل الذي يصنع قطع الغيار للسيارات. انظروا معي هذا اللي كاين خارج شوية على 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 سميتو على هذا على سراييف، هذا المعمل كبير يشغل سميتو عليه 8000 شخص هذه لانتاج قطع الغيار. فتبعوا معايا النقطة الوحيدة هذه اللي في المقدمة هي الانتاج والتصدير، هذا الاستيراد مش التصدير، يجب أن يقابله السلاح اللي عندكم في يديكم. فتبعوا معايا النقطة الوحيدة هذه اللي في المقدمة هي الانتاج والتصدير، هذا الاستيراد مش التصدير، يجب أن يقابله السلاح اللي عندكم في يديكم. وراء اكبر سلاح يعني اعظم سلاح واقهر سلاح عند المستهلك عندك انت، ماشي تقول انا شنو غندير، لا عندك ما دير، لان انت اللي كتستهلك هذيك الماده. قبيله جيت نشري ليمون هذا الماندرين، حسيت قلت له شحال، قال لي 8 درهم، قلت له بلاش هنا تفاجئ، قال لي علاش، قلت له 8 درهم انا لا اطيق اذا ما نشريهاش، قال لي قلت له خليها تما، ومن اللي ما غاديش تستهلك، قال لي قلت له هذاك الشخص اللي غادي يجيبها من الفيرما ب 30 ريال ويبيع عليك انت 110 وتبيع علي انا 130 ريال، شوف شحال كيدي هذاك الشخص. قال لي قلت لي هذاك الشخص خص شويه نعصروه، شوف خصنا ما نستهلكوش، الماده ما تستهلكش، البطاطيس وصلت 5 دراهم ما استهلكناش صافي، يعني امر سهل عندي انا، الطماطم وصلت 10 دراهم ما استهلكهاش، امر سهل، لان السلاح الاستهلاك هو الذي استخدم انا شخصيا قبل، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. صدق الله سبحانه وتعالى كيشرح لنا في الدين ما يمكن ان نحاربه. فعلى هذا الانتاج وهذه المواد الغذائيه وهذا التنظيم الغذائي اصبح لا يمكن نحن ان ننظم غذاء. اصبح الاطباء يتكلمون عن الكوليسترول، فاصبح هذا محاضره في المكتب عندي خمسه الاشخاص ساعه ونص وانا تنتكلم على الكوليسترول، وخارجين من عندي ما مقتنعينش وما عاجبهمش حالو غضبانين. كما عندناش كوليسترول في المغرب، الكوليسترول ما عندناش كوليسترول في المغرب الا الناس اللي كيستهلكوا نفس الشيء اللي كيستهلكوا الفرنسيين والالمانيين، انما استهلاك المغاربه ما يمكنش يكون عنده كوليسترول، الا بغيتي تاكل الماكله بحالهم عندك كوليسترول. ما فهموش، يعني الا جيتي تعيش في المغرب وانت كتستهلك المواد ديالهم غادي تستهلك الكاشير
هذيك هاد السموم ديالهم هذه تستهلك اشياء اللي هما نفس الشيء اللي كيستهلكوها تما من طبيعه الحال يزيدوا وزايدين تعطير حتى الاطفال في الاقسام الصفوف الابتدائيه والثانويه كيلزموا على الطفل انه الا ما كلش يموت. سولوا هادو اللي تيقراو وتشوفوا جيم المعلم والمعلمات كتقول الا ما كلتيش تموت. راه مدخلوا لهم السيونس دابا والعلوم، هذيك العلوم علاش دخلوها للتلامذه في الميثاق ديال التعليم؟ علاش دخلوا السيونس بهم لونفون باش يتعلم؟ لا، باش يمروا ليه السموم الغير المباشره، ان هذاك لونفون غادي يقول لي خصك تاكل دي بروتين وخا تاكل عبيضه في النهار. سبحان الله. اذا هاد الجسم هاد الخلق اللي خلق الله الا كان الا ما كانش غادي يموت، غادي يولي موتور، الا ما عطيناش ليسانس غادي يطيح. لا، الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ليعيش وليتكيف مع جميع الاشياء. والله سبحانه وتعالى هذيك اللي كنسميوها حنايا ديمونستراسيون، الله بغى يورينا، بغى يوضح لنا ان هذا الجسم وهذا اللي خلق الله انه يعيش. شرح لنا الصيام، شرح لنا الصيام، فالشهر ديال رمضان شرعوا الله للصيام، ولينا كنستهلكوا في رمضان اكثر ما نستهلك خارج رمضان. واصبح الناس هذا رمضان داروا له غير عباده، يعني فهو من الواجب يعتبر من الفرائض الخمس والحكم الشرعي التكليفي هذا اللي ما كيتناقش. انما الصيام فيما عدا رمضان، شحال من واحد كيصوم فيما عدا رمضان؟ لا هذه ما نتكلموش عليها. قل من حرم زينة الله التي خرج لعبادي، هذه كل اللي بيجي تظلم يقول لك لا خذوا زينتكم عند كل اسمه. لا، راه كاين ايات اخرين، ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض وما كنتم تفسقون. حتى هذه الايه راه كاينه هذه في القران، ولكن بين هذه الايتين الاسراف اللي كنقولوا حنا، بين الاسراف وبين هذاك الزهد يعني بالطريقه الصوفيه، هذيك اللي غادي تحرم نفسك من الاكل باش الكمال الروحاني، وهذاك اللي كيسميوه الصوفيه شي حاجه باش يوليو يصليو مع في السماء ولا مع داك الشيء. بين الصوفيه والزهد الصوفي وبين الاسراف يجب ان يعيش هذا المسلمين بين. علاش؟ لان هذا الصيام يزيل الزوائد من المواد الغذائيه التي اكلها الجسم، وبعد التوكسينات وبعد التسممات التي تتراكم في الشحوم وفي الدهنيات داخل الجسم، فلما يصوم هذا الجسم فهو يرمي بهذه النفايات خارج هذا الجسم. وهذا المثل الذي ترونه امامكم، انا ما عمرني درت فيزيت ميديكال، ما عمرش طبيب كتب لي وصفه غذائيه، واسال الله سبحانه وتعالى ان لا ارى طبيبا حتى القاه. ما 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 يمكن نشوف طبيب. عندي التنظيم الغذائي ديالي كعباده، الاكل كعباده والصيام كعباده، حتى الاكل ملي كتاكل راه عباده. ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع قاعده الاولى، شنو هي في الاكل؟ نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. هذه القول الماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اهداه المقوقص بغله وجاريه وعسل ابيض من مصر وطبيب. فالجارية هي ماريا القبطية، تزوجها كينجوجي أختها، أخذها الصحابي الجليل، إنما هذه أسلمت قبل أن تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني غير الصدق ديال الصحابة اللي جيناها جعلت أن هذاك الإسلام، أن الإيمان والنور ديال الإسلام تسرب إلى قلبها. وهذه البغلة كان يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذها مطية. إنما الطبيب قبل خدمة، ريح شهر جاء عند رسول قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت فيكم شهرا فلم يأتيني أحد. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هذه راه الألمانيين كاتبين على واحد المسجد واحد المستشفى في ألمانيا، كاتبين عليه هذا الحديث، هذا يعني القاعدة الذهبية ديال النظام الغذائي. وحتى إذا الإنسان أفرط أو يعني الشهوة ديالو جراته أو أكل كثير ولا كثرة العرادات بحال في العراس في الصيف، ما يقدرش يقول شي انسان لا ويحلف عليه يقول ولا تاكل، فايصوم الى شي نهار غرقها يصوم بعد على الاقل باش يخليه توازن ديال الجسم ديالو ويحافظ عليه. لان الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. لماذا؟ لان يوم الاثنين هو شنو هو؟ هو يوم الخميس. هذو هما الايام التي تعرض فيهم الاعمال على الله سبحانه وتعالى، وكان يريد ان يعرض عمله على الله وهو صائم. فهذه يعني الدين، فالدين ما ناخذوش يعني ك بحال سبحان الله، ولا مخذ بحال الحزبيه بحال نظريه يعني كنتبناه واحد راه حد الدين. لا، الدين يجب ان يعيش مع الشخص. ما شنو هو الدين؟ ملي تفيق مع الصباح وانت تستحضر الله سبحانه وتعالى حتى تنام، هذا هو الدين. سهله، وانك اذا استحضرت الله سبحانه وتعالى واذا ذكرته من اليقظه ديالك حتى تنام فلا يمكن ان تزيل، لا يمكن. وقت الصلاة وقت النهار كله يدوز تقوى الله، اللي قدرتي تساعد العمل ديالك تخلص فيه سميتو عليه الطيب من القول، المسائل غادي اليوم ديالك غادي يدوز بسلام.